أن أقول بأن قرار الحرب الـ AUMF يجب أن يتم مراجعته أو تنقيحها كلاهما، الـ 2001 والـ 2002. لماذا؟ لأنها لا تغطي جميع الفئات التي ننظر إليها، وخصيصا داعش. الـ 2001 كان موجها خصيصا نحو القاعدة أو ضد القاعدة في أفغانستان، ولكن على الرغم من ذلك فإن السلطة أو الصلاحية قد استخدمت بشكل موسع. أعتقد بأن إدارة بايدن تريد أن تعيد النظر في كلا القرارين وأن تصدر قرار حرب جديد، AUMF جديد، مما يعطيهم الصلاحية. فإذا كنا سوف نستخدم سياسة مكافحة الإرهاب، فإن هذه الصلاحية والسلطة موجودة من خلال الدفاع عن النفس. فإن إدارة بايدن مثل الإدارات السابقة تطلب من كونغرس أن يوافق على قرار حرب ليكون ذلك دعما للإدارة، ولكن من الواضح بأن الرئيس لديه الصلاحية لتنفيذ الهجوم. هو الآن يريد حقيقة الصلاحية أو الإذن للاحتلال ولإرسال القوات إلى هذه البلدان. هذا شيء مختلف عن توجيه ضربات ضد داعش أو ضد القاعدة. إذا كنت سترسل جنودا وستبقي هؤلاء الجنود في بلد ما، فإن نوع الصلاحية أو الإذن يجب أن يكون من مستوى الكونغرس، وهذا سيكون إلزاميا. فأعتقد أنه يجب عليه أن يراجع قراري الحرب السابقين، ولكن هذين القرارين كما هما سوف يستمران بمنحه الصلاحية، وهو سوف يحتاج هذه الصلاحية لإبقاء الجنود الأمريكيين في كل من سوريا وفي العراق، إذا كان هذا ما ينويه الرئيس. هناك مؤشرات بأنه حقيقة سوف يسحب القوات القتالية من العراق، وسوف يستبدلهم بقوات تدريبية وقوات استشارية، وهذا دور مختلف. ولكن ما زال هناك وجود لقوات أمريكية في بلد أجنبي، وهذا جزء من الاحتلال، ولهذا فإنه يجب إعادة النظر في قرار الحرب الـ AUMF، وذلك لتحديث الصلاحيات الرئاسية الجديدة. فأنا أعتقد بأن الأولوية الآن لهذه الإدارة مثل باقي الإدارات الأمريكية سوف تكون مكافحة الإرهاب. يجب أن تكون كذلك كسياسة، لأن الانسحاب من أفغانستان في حقيقة طرح الكثير من الأسئلة حول ما هي نوايا الولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. أنت أشرت إلى ما يسمى بمقاربة Over the Horizon أو ما وراء الأفق في مكافحة الإرهاب، ولكن هذا ليس جيدا، لأنه لا يمكن تجميع المعلومات الاستخباراتية الجيدة من هذا. وقد رأينا التراجيديا والمأساة، وهي قتل 10 مدنيين، 7 منهم كانوا أطفالا في كابول مؤخرا، وذلك بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية. وهذا حقيقة يرسل رسالة قوية إلى صناع السياسة، لأن هذه السياسة أو مفهوم ما وراء الأفق حقيقة لا يمكن تطبيقه في أي بلد، لأن فيه الكثير من القيود بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية. وبالتالي فإنه يجب تحديث سلطات الرئيس. ومن وجهة نظر السياسات، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار ما يصب في مصلحتها الاستراتيجية والسياسية في المستقبل. هل ما زلنا بحاجة إلى الوجود الأمريكي في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان؟ ما هي أهدافنا للأمن القومي؟ وخصيصا بأننا الآن في وقت يبدو بأن الولايات المتحدة تريد الانتقال إلى منطقة المحيط الهادئ، ولهذا فإن الولايات المتحدة بدأت تضع أولوياتها مع حلفائها بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وأيضا دول نيتو أخرى، وأنها تحاول أن تعزز علاقاتها مع كوريا الجنوبية ومع الفلبين ومع فيتنام، وذلك لضبط الصين أو احتواء الصين. فهناك الكثير مما يجري، وهناك الكثير من الجزئيات المتحركة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وما تراه اليوم هو تغير مستمر وتحول للأولويات في السياسة الخارجية الأمريكية واستراتيجيتها.